يحتاج السوق أن يمر في مسار عرضي، وهذه طبيعة الأسواق. بعد الارتفاعات الحادة يكون في مؤشرات متعلقة بالسيولة تكون أضعف، تحتاج إلى المزيد من الوقت حتى تستطيع أن تستمر في الارتفاع. هذا على المستوى الضيق أو المستوى يعني المدة القصيرة، لكن على مستوى المدة الطويلة الإيجابية أكبر عما كانت عليه، خاصة بعد تجاوزنا مستويات 200 يوم خلال الأسبوع الماضي. المؤشرات الإيجابية في موضوع أسعار الفائدة، كل هذه محفزات لأن تجعل من السوق في مسار صاعد للفترة القادمة. كنا قد سمعنا عن نتائج سبكم في جلسة يوم أمس، طبعا تراجع في الأرباح على أساس سنوي بالرغم من بعض التحسن في كميات المباعة. يعني هل تعتقد بأنه نتائج سبكم يعني غير مبشرة بالنسبة لباقي قطاع شركات قطاع البتروكيميكالز التي من المرتقب صدورها، وأنه الربع الثاني بشكل عام سيكون مقارب لما شاهدناه في الربع الأول، وأنه التعافي المنتظر والمأمول في هوامش هذا القطاع سيتم تأجيلها لربما بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لسبكم وحتى المتقدمة، لربما هذا التعافي لن يأتي إلا في عام 2025 أو حتى بعد ذلك؟ هي على مستوى النتائج بلا شك أنها يعني ديكلاين ونيجاتيف بشكل عام، لكن على مستوى التوقعات الغالب من بيوت الخبرة يعني كنا نعتقد حتى ولو كانت هناك ارتفاع على مستوى سعر المنتج، لكن يظل الطلب يواجه تحدي أسعار الفائدة، حالة الصين، أسواق النفط بشكل عام ومشتقاتها وسبكيم وغيرها متأثرة بشكل كبير حقيقة في الجلوبال ماركت، والتي تعتمد عليه بشكل يعني مهم في أدائها المالي. أسعار الفائدة ستنعكس بشكل إيجابي فيما لو انخفضت على الأقل ابتداء من سبتمبر. نعم، حسب ما ذكر الرئيس التنفيذي يحتاج المزيد من الوقت. هوامش النمو حتكون موجودة في نهاية السنة هذه، في ممكن الربع الثالث الربع الرابع، لكن ليس بالمستويات التي تجعلنا نرجع لوضعنا الطبيعي. قد يكون النصف الثاني من 25 هو المستويات القريبة من الوضع الطبيعي، فيما لو كان هناك انخفاض إلى 75 نقطة في أسعار الفائدة مستقبلا. اليوم كنا قد سمعنا عن هذا الخبر بقيام المملكة القابضة إلى جانب سمو القابضة بمشاركة شركة جدة، مدينة جدة الاقتصادية، في هذا الصندوق الإنما لهذه المنطقة الحيوية وهذا التطوير العمراني الكبير، والذي طبعا بقلبه برج جدة. إلى أي درجة تعتقد بأنه هذه خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير تلك المنطقة وتنفيذ تلك المشاريع العقارية؟ فعلا لو أخذنا النطاق الأوسع على الاتفاقية لإنشاء صندوق جديد للاستحواذ على صندوق الإنماء، النطاق الأوسع هو يعني نطاق يعني اقتصادي كبير ستشهد منطقة جدة في خلق الوظائف الجديدة من الشراكة لإنشاء برج في جدة على مستوى عالي وبتكلفة تقريبا في 6.8 مليار ريال، ودخول شريك جديد وهو سمو القابضة
يعطي انطباع أنه مسار الصندوق أو الستركشر ممكن يكون عند مرحلة متقدمة عما كان عليه، بمعنى أنه وضحت معالم الشراكة، وكان يعني الشريك الجديد هو تقريبا مطور أو له باع في التطوير العقاري. يمكن هذا يساعد في وضوح الملامح أنه يعني قربت النية لانطلاق هذا المشروع، والذي يكون يعني مفيد جدا بشكل كبير في منطقة جدة، وسيؤثر إيجابا على الحالة الاقتصادية في المنطقة مستقبلا بإذن الله.